بليلة العنف والعزلة التامة على أهالي قطاع غزة، شنو اللي صار بالضبط ليلة الجمعة 27 أكتوبر؟ هات نسمعوا فيتير قصير ونرجعوا. انقطعت الأسباب، الاتصالات، انقطع العون من أهل الأرض، لم يبق إلا أنت يا الله. ليلة رعب، ليلة الجمعة 27 أكتوبر 2023، بعد ما انقطعت الاتصالات على كامل قطاع غزة، قصف عنيف، ناس مفجوعة ومش عارفة وقتيش وإلا وين تنجم تلقى روح، تلقى روحها حتى في عداد الشهداء. يا الله إنهم يستقرون بقوتهم وإنا نستقر بقوتك عليهم. يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، الليلة يا جماعة الخير أصعب ليلة من بداية العدوان. ليلة لا في كهرباء ولا في إنترنت ولا في حتى خطوط إرسال. يعني تخيلوا إنه الإسعاف ما بيعرف وين القصف عشان يطلع يجيب إصابات وشهداء. تخيلوا إنه بيستنى لما يجي حدا من المكان اللي مقصوف عشان يجي يسأل وين القصف بعدين يتحرك على المكان. فعليا كل خطوط الاتصال انقطعت، كل الإنترنت انقطع، ومش قادرين نوصلكم صورة ونوصلكم فيديو ولا حتى نقولكم إيش بصير قاعد. حتى قنوات البث المباشر فصلوا، قطعت الاتصالات، هناك قصف في عدة مواقع. ربما نحن واقفين الآن، يتم قصف أي موقع على الدخان الذي يتصاعد من مكان الانفجار. ربما نحدد نوعا ما مكان القصف ونوجه سيارات الإسعاف. مرضى ومصابين ماشيين على سقيهم للمستشفيات بما أنهم ما نجموش يتواصلوا مع الإسعاف، معزولين على العالم الكل ومانيش عارفين شنو اللي صاير فيهم. برشا خوف وبرشا رعب من نتيجة بعد رجوع الاتصالات، مشاهد تفجع برش لآلاف المباني المدمرة. ولحد الآن عدد الضحايا تجاوز 8000 شهيد و 18000 مصاب. ربي يرحمهم الكل وإن شاء الله في الجنة. ليلة رعب عشناها، ليلة رعب، ليلة رعب، ليلة معناتها غريبة جدا. هو قصف يومي ولكن فما ليلة اللي أصعب رقم رهيب جدا. إن شاء الله يا ربي تنصرهم وإن شاء الله توفى مليح الحكاية. بيصير نوفر لخطر، شكر كبير لشركة الاتصالات المصرية اللي توقع تعمل في تبني في معناها محطات متاحة قريبة باش الحكاية هذه ما عادش تعاود. يقعد ديما فما تغطية أو هذه حاجة بهي على الأقل تقعد الناس تطمن على بعضها وفما تواصل، يقعد فما تواصل بيناتهم. واضح. ستارلينك فور غزة. بعد وليد باش تحكي لنا حكاية إيلون ماسك والإنترنت اللي صايرة في فلسطين. يلا ملا خلي يحكي لنا قبل ما انا نحكي. ستارلينك، ستارلينك هو ربط يعني الانترنت من خلال الفضاء او في المجتمع، عندها كابلوات واحد فهمت، ولكن هذه يعني فيها اشكاليات كبيره تقنيه. اللي اسمع في الويكاند فما ان في الويكاند ظهر قاعد كمل، مانيش مصدق كمل. معناها انا مانيش مصدق، معناها ثم مقاييس معينه باش نجم تكبتي معناتها الانترنت فضائيا. والحاجه لازمك ريسبتور، لازمك قصعه صغيره، ولازمك برشا اشياء، لازمك تقنيا. معناها صاحب منصة إكس اللي قال باش نوصل إيلون ماسك. الله 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 إيلون ماسك. الله الله الله. قعدت معاه قبل حسن؟ لا لا ولا قعد مع روحه، قعد مع روحه، قعد مع روحه الويكاند وحكيت مع روحه. يلا انا اللي يقول فيه صحيح والله والله كله صحيح يا صوفيا. لا فهم ديجا هو هابط الهاشتاج. ونعم بالله صحيح وليد، برافو. دونك ستارلينك فور غزة هاشتاج دار برشا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة إكس. زوجت حبيت تسأل سفور ستارلينك فور غزة، ستارلينك فور غزة شنو بالضبط اللي صار؟ ستارلينك فور غزة غزة نعرفها كان في الميك فسر له غزة كمل نورز. وهي حملة مطالبة صاحب الشركة إيلون ماسك مد قطاع غزة بخدمات ستارلينك وسط انقطاعات كافة الاتصالات. إيلون ماسك اللي رد على عضوة الكونغرس اللي أدين تقاطع الاتصالات وكتب في منصة إكس وقال سنتواصل مع المنظمات الدولية المعترف بها وسنقدم المساعدة.
واضحه لهنا من غير ما نكمل نسالوكم معني. لا واضحة واضحة. بعد الليله هيك ابو عبيده قائد كتاب القسام يتوجه برساله للكيان المحتل وللحكام العرب هات نسمع. ولكن هل وصل بكم الضعف والعجز انكم لا تستطيعون تحريك سيارات الاغاثه والمساعدات الانسانيه الى جزء من ارضكم العربيه الاسلاميه الخالصه رغما عن هذا العدو المهزوم المأزوم؟ فهذا ما لا نستطيع فهمه وتفسيره. ومن هنا فإننا نجدد دعوتنا ومطالبتنا لشرفاء أمتنا أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ أمتنا، وأن يهبوا لقتال هذا العدو معنا من أجل كنسه عن أرضنا وتحرير قدسهم وأقصاهم وإعادة مجد أمتهم. هنا فإننا نقول للعدو وللعالم وبشكل واضح ومختصر إن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كامل السجون الصهيونية من كافة الأسرى. فإذا أراد العدو أن ينهي هذا الملف مرة واحدة فنحن مستعدون لذلك، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فنحن جاهزون لذلك أيضا، وعليه أن يدفع الأثمان التي يعرفها. بخصوص ملف الأسرة محمود بارودي، لا قبل ما نحب سيد المخرج ركز معي شوية، نحب طول نمشي، لأنه تقريبا ردا على الكلام اللي قاله أبو عبيدة، اللي أبو عبيدة ستر ربي ستر ربي ولا توندونس، وناس ولات تمقر عليه في الفيسبوك وانترنت نتاعنا. لا يبزنسوا فيه عاد مش تمقروا يبزنسوا فيه. اي لا الناس تتمقروا بناتنا مغرومين ابو عبيده وكذا معناتها يا ربي خليوها ابو عبيده بعيد عن الضمار يرحم والديكم. مش تضمركم. سيبوا لنا ابو عبيده على الاقل يناظر على روحه يعطيه صحه. ملف الاسره توا عنا ساعتين كتاب القسام بث التسجيل نورس. تسجيل لمحتجزات في غزه وين توجهوا برساله للحكومه الصهيونيه كانوا منفعلين وفي غايه من الغضب. بيبي نتنياهو سلام. نحن موجودين في أسر حماس 23 يوما. بالأمس كانت هناك مؤتمرا صحفيا مع عائلات المخطوفين. نحن نعرف أنه كان بالمفروض أن يكون إطلاق نار بإطلاق سراح الجميع بدلا من أن نحملك مسؤولية الأمني والسياسي والعسكري في 7 أكتوبر. لم حد يحمينا. نحن المواطنون الذين يدفعون الضرائب لدولة إسرائيل موجودين في أسر في الأسر في ظروف صعبة. أنت تريد أن تقتلنا، أنت تريد أن تقتلنا جميعا. ليس يكفيك ما قمت به، اطلق سراحنا الآن. اطلق أسراهم، الأسرى لديكم جميعهم الآن. دونك شفنا المرأة تصيح والمترجم حب يصيح كيفها، ما خلطش، ما هي قامت تصيح بكيفية كبيرة. ديجا نتنياهو علق بليل انت كنا نقرأ قبيلي وقال أمر يثير قال ياسر معناها الحالة النفسية، معناها يأزم الحالة النفسية وقوي على الحالة النفسية وعنده نفسيه ذاك وتتأزم مو عاد هو في المجتمع وحتى الموقف خايب فوالا. والبارح اللي عاملين مظاهرات على الأسرة وكذا زادوا تكلموا عائلاتهم تكلموا ورتوه وقالوا انت ما تحبش نورمالمون، قالوا له كان تحب تسيب الأسرة يسيب لهم سجناء واعطيهم الأسرة، هاي مبادله طبيعيه وعاديه. علاش ما تحبش انت؟ سمعنا محمود البارودي اليوم، محمود بارودي اللي يحكي على ملف الأسرة هات نسمع. هذه عاودها ابو عبيده الكلهم يعني الكلهم ما فماش هذه، ما عادش نحكيو ها ونعطيوكم واحد واعطيونا 100 ولا 20. 8000 يحكي على 8000 بكافه الفصائل نتاعهم، راه فماش كان حماس في السجون الاسرائيلي كل فلسطينيين. وهذا يزيد يدعم الموقف نتاع كتائب القسام وحماس لدى كل الشرائح الفلسطينيه. دونك موقف